مبروك لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، فوز جديد وثلاث نقاط هامة جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري، والبطولة تقترب بكل تأكيد للنادي الأهلي. معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد ببارك لك، فوز مهم لكن في نفس الوقت كان فوز صعب على فرقة محترمة زي فريق إنتاج الحرب. الحمد لله. طبعا يمكن أنا لما كنت معاك الأسبوع اللي فات واحنا بنلعب النصر وقلت لك احنا يعني داخلين على مباراه انا عارف ان هي بتبقى في منتهى الحماس والنديه، ومعاهم جهاز فني على اعلى مستوى كابتن مختار، وهم على مستوى تنظيمي عاليين جدا، وقلت لك هم يعني بيطلعوا ككتله واحده وبيرجعوا ككتله واحده، فيعني مش سهل ابدا التغلب عليهم، لكن الحمد لله رب العالمين. يمكن جبنا جون في الاول وبعد كده اتحسب عليها ضربه جزاء، وبعدين قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نرجع بجول اجاي. ضيعنا عده فرص وده حال كره القدم، لكن الحمد لله على كل شيء. عايز اطمن بس على احمد حمودي والتشخيص المبدئي للاصابه. هو طبعا واجع في كل مكان في الانكل والقصبه، هتهدى الدنيا شويه. ازيك حبيبي؟ هتهدى الدنيا شويه وهنعمل اشعه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وان كان يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى كدمه بس باذن الله. ضربة الجزاء يمكن كانت واضحة جدا بتاعت وليد سليمان، في نفس الوقت ان في الشوط الاول ضربة الجزاء احتسبت على النادي الاهلي بنفس الاسلوب تقريبا، وبعد ما الحكم كابتن محمد فاروق سأل الحكم المساعد وقال له ضربة جزاء، المرة دي الحكم المساعد كان واضح جدا انه بيقول ضربة جزاء، بس كابتن محمد فاروق ما خدش المرة دي بكلامه، شايف ايه؟ مش عايز اتكلم عن التحكيم كتير، يعني الحمد لله طبعا على المكسب، ويعني انا شايف ان في واحده كمان في الشوط الاول ما اتحسبتش لاحمد فتحي، تهور واحد يتزحلق زي بتاعت مؤمن زكريا بالظبط يعني، لكن برضو مش عارف يعني اللي اتحسبت علينا حسبها كابتن طارق مجدي، و اتكلم على الامور التحكيميه كتير يعني هسيبها للمختصين، بس بلاش كابتن احمد الشناوي يعني اي حد يتكلم الا اشمعنى. لا كابتن احمد الشناوي واخد اتجاه صعب قوي، فخليه في الاتجاه اللي هو واخده ده، لكن اي حد بقى انا قابل إن خلاص من البطوله. يا كابتن سيد، واكيد هدف من اهدافكم ان انتم تحسموا البطوله قبل المشاركه الافريقيه. يعني ماشيين في طريقنا وعارفين ان عندنا خطوات عايزين نعملها وعايزين نحققها، وبنلعب كره للهدف الاكبر اللي هو الدوري، وبنلعب كره للكوره كمان، ده مهم قوي يعني، الجديه والالتزام والروح العاليه واصرارك على المكسب مهما كانت المباراه والمنافس اللي قدامك، ده شيء ايجابي في كره في عالم كره القدم يعني. احمد فتحي وعبد الله السعيد، ويمكن عدم حسم الملف حتى الان ادى البعض الفرصه ان هم يتكلموا بشكل كبير جدا عن هذه الجزئيه بالتحديد، اخر التطورات بالنسبه لاحمد فتحي وعبد الله؟ هقول نفس الكلام يعني، قريب جدا هنتكلم في خطوات النهائيه اللي وصلنا لها مع الاثنين يعني، وهنقول الموضوع بشكل صريح جدا، مفيش اي مشكله، بالعكس الاثنين عارفين ان هم عملوا حاجه كويسه للنادي الاهلي، واحنا كمان بنقدر اللعيبه بشكل كويس، وبنقول الخطوات الاخيره هنقولها ان شاء الله في وقتها باذن الله. شكرا.